ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. سورة السجدة لها فضل عظيم، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم، فكان لا ينام حتى يقرأهما. فعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده الملك، متفق عليه بين البخاري ومسلم.